في العراق بانتهاء العنف المسلح زال الرعب والخوف وعادت الحياة لتدب من جديد. نشاط وحركة دؤوبة من غروب الشمس حتى منتصف الليل، زحمة في الطرقات، مطاعم ممتلئة وانتعاش سياحي مقاصده المواقع الأثرية والدينية. العاصمة بغداد أكثر الوجهات للزائرين، ومن يحالفه الحظ لزيارتها لن يتردد لتذوق أكلاتها الأصيلة المتميزة المحضرة بلمسة عصرية. طاقم الوطني كغيره من الزائرين شده الفضول للتعرف على أشهر مطاعم بغداد وخدماته، لينقل معه إلى الجزائر صوراً جميلة عن بلد الرافدين المضياف. مطاعم بغداد حتى حديثها وأرقاها تجده إلى جانب أطباقه العصرية يقدم لضيوفه أكلات تقليدية شعبية تترجم جانباً من تراث وتاريخ العراق. هنا إحدى المطاعم بالعاصمة بغداد العراق، تحفة فنية ومعمارية فريدة من نوعها تعبر عن مدى عمق التراث العراقي. حتى المعمار له نصيبه في المطاعم العراقية، كيف لا وهو من أقدم معمار في منطقة الرافدين، كما تشير له على سبيل المثال حدائق بابل المعلقة. هندسة تمزج هي الأخرى بين العصرنة والتراث الإسلامي. الطبخ هو الآخر يعبر عن تلك الأصالة وتمسك العراقيين بكل ما يرمز لماضيهم وتاريخهم العريق، حيث لم نصادف الأطباق الأجنبية إطلاقاً. فكانت المقبلات بمختلف أنواعها الممزوجة ببهارات شرقية متميزة، وكذا الأرز، الضلمة، الخبز الساخن والمشويات سيدة الطاولة العراقية التي تقدم على أطباق من فخار ونحاس ما يزيد في بهاء المشهد. هي محطات جميلة من ذاكرة بغداد سمحت بالتعرف عن قرب ولو في جانب ضئيل من الموروث الحضاري والتاريخي لبلاد الرافدين.